مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده زي ما عودناكم من كاميرا التعليميه دايما بتتجول في بدايه كل عام دراسي ما بين احدى المدارس. النهارده كنا موجودين في احدى المدارس في محافظه الجيزه وتجولنا داخل المدرسه، شفنا اول يوم استقبال عام دراسي جديد، شفنا الانشطه الموجوده، شفنا كمان الطلبه ازاي بتستقبل عام دراسي جديد وطاقم المدرسين، وكمان المدرسه استقبلت العام الدراسي بشكل جميل وبشكل زي ما احنا شايفين النهارده كل الطلبه في استقبال رائع. ان شاء الله يكون عام خير علينا، ودايما انتظرونا تابعونا وتابعوا معانا اهم اللقاءات في الكاميرا التعليميه. وكان لنا هذا اللقاء مع دكتورة حنان حكيم مديرة احدى مدارس العمرانية. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي دكتور حنان. عايز اعرف بقى مع بداية عام دراسي جديد ازاي المدرسة بتستقبل هذا العام، ان شاء الله يكون عام خير علينا وعلى كل مدارس مصر. اولا كلنا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل ولي امر طيب، وكل طالب طيب، وكل مدرس طيب، وكل العاملين بوزاره التربيه والتعليم طيبين. احنا الحمد لله بدانا زي بالظبط الخطاب الرئيس ما قال ان هو النهارده بدايه اليوم الدراسي العام الجديد يعني، فاحنا الحمد لله كان في استعدادات جامده جدا عملناها في خلال الفتره اللي فاتت، من حيث ان احنا تجهيزات بقى الفصول والديسكات والحوش والتواليتات وكل حاجه الحمد لله تمت على احسن وجه. الكلام ده دكتور حنان قبل بدايه العام الدراسي، الصيانه والكلام ده بيكون قبل البدايه؟ تمام، عملناه فعلا فتره الاجازه، بس كنا حريصين جدا ان الكتب تكون موجوده عند كل الطلبه وما يبقاش في اي نقص خالص ولا في اي عجز عند اي طالب، كل واحد واخد الكتب الدراسيه بتاعته عشان ما يبقاش في مشكله في خلال الدراسه يعني. دكتور حنان، يعني بالنسبه للطلبه هل في اشياء معينه بتتم في اول يوم خاصه بالطالب المفروض يعني يكون حريص انه يعملها او بيطلب منه في اول يوم دراسه؟ طبعا احنا يعني انا بنصح كل طالب ان المفروض بدايه الدراسه يعني بدايه عام جديد، يعني مفروض ان انا اذاكر من اول يوم لو انا خدت مواد دراسيه، ما اركنش الواجب بتاعي لايام بعد كده، لا انا النهارده خدت ماده معينه خدت ليها الواجب بتاعها، فبالتالي انا بروح اذاكر وبعمل الواجب بتاعها، مش هلاقيها بقى اتراكمت عليا، هيبقى يا الخميس والجمعه والسبت بمجرد ان انا براجع فانا تذكرت الماده، فانا لو ركنت الحاجات على بعضها او المواد على بعضها بطلع في الاخر ان انا عندي كتله من الماده العلميه ان انا مش هقدر حتى اركز فيها. وطبعا الطالب مش عنده ماده واحده بس، ده عنده كذا ماده ممكن توصل لست سبع مواد. تمام دكتور حنان، النهارده الدخول لكل المراحل الدراسيه ولا قسمتوا المدرسه هنا كمراحل؟ التقسيم علشان ايه في البدايه؟ اولا الطلبات اللي يبقى اولا يعني هم بيبقوا في مرحله ويطلعوا مرحله تانية. التعود على المرحله دي في حد ذاتها بتعمل حاجه نفسيه للطالب بتبقى عنيفه شويه، فانا بحاول ان الفتره دي يقربوا شويه من بعض، يحسوا المدرسه بتاعتهم، يحسوا ان التكوين كله مجهز ليهم وكل المدرسه بتحتفل بيه، يعني كل يوم احنا بندخل مرحله بنحسس الطالب ان ده اول يوم لينا،
يعني ده الافتتاح بتاعه، فطبعا بيبقى مهتمين اكتر، الولاد بتحس بالفرحه اكتر، زائد ان في حفله بقى مجمعه ان شاء الله على اخر الاسبوع، هنجمع كل المراحل وان شاء الله نعمل حاجه كويسه كده. دكتور حنان، بالنسبه لي النهارده في اول يوم دراسي، كل المراحل الدراسيه دخلت ولا قسمته النهارده يعني كام فصل موجود؟ النهارده جميع كبار ولا صغيرين؟ جميع المراحل، بس سنه ثالثه من كل مرحله، يعني ثالثه ثانوي، ثالثه اعدادي، ثالثه ابتدائي، وسته ابتدائي، بحيث ان بكره يبقى تانيات، يبقى احنا مقسمين اجزاء معينه بس اهتمينا الشهادات. لا، كله هيكون دخل يعني في بدايه اليوم الاسبوع القادم هتكون المدرسه اكتملت في الدخول. بالظبط، وخصصنا كمان ان الكيجيهات تبقى يوم سبت، احنا اصلا اجازه السبت، ولكن احنا خصصنا ان يوم السبت يكون موجود للكيجيهات علشان يبقى الاهتمام اكتر، وجميع المدرسين الموجودين في المدرسه هيهتموا بالكيجيهات. مع بداية عام دراسي جديد بقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ونستقبل الطلبة الموجودة النهاردة في إحدى مدارس العمرانية. أتعرف بيكي. أنا اسمي رؤية أسامة. رؤية، أنت سنة كام؟ سنة ستة. مبسوطة النهاردة أول يوم دراسة؟ قولي لي، جهزتي نفسك إزاي قبل المدرسة؟ كل طالب بيبقى ليه تجهيزات مختلفة عن طالب تاني، أنت عملتي إيه؟ أنت مبسوطة الأول؟ عملتي إيه؟ نزلت اشتريت الكتب عشان ابدا اجهز قبل المدرسه عشان لما ادخل يبقى عارفه. كانت معاكي قبل المدرسه؟ استلمتيها كانت معاكي؟ عشان اذاكر فيها قبل المدرسه. وجبتي الكراسه بتاعتك والمقلمه واللانش بوكس، جبتي كل الكلام ده؟ ولا وكنا حريصين تبقى الحاجات دي كلها موجوده؟ مبسوطين النهارده ان احنا شفنا اصحابنا؟ ايه اكتر حاجه بسطتك النهارده؟ ان انا شفت اصحابي وقعدت اتكلم معاهم. حضرتي لاين؟ ولا جيتي ليت؟ لا، حضرت اللاين. كل سنه وانتي طيب. وانتي طيب. اتعرف بيكي. حبيبه محمد. اهلا بيكي يا حبيبه. انتي في سنه كام؟ سته. ايه رايك النهارده في اول يوم دراسه؟ مبسوطه؟ مبسوطه. نبص للكاميرا كده، قولي لي ايه اكتر حاجه عجباكي النهارده؟ النهارده يمكن اول يوم، دايما بنبقى بنلتقي بكل اصحابنا اللي ما شفناهمش بقالنا كتير، ولا بيبقى في تواصل في الاجازه؟ لا، بيبقى في ساعات بيبقى في تواصل في الاجازه. مش مع كل المجموعه دي ولا كلهم؟ لا. مع مجموعه بتتواصلي معاهم، لكن الباقي بتبقي النهارده اول يوم تشوفيهم؟ بتسلموا بقى على بقى؟ احكي لي كده، بتعملوا ايه؟ بنسلم مع بعض وبننزل نقعد مع بعض وكده يعني. ها، اسمك ايه؟ القمر ده مريم. مريم في سنه كام؟ سنه سته. اخبارك ايه؟ الحمد لله. النهارده مبسوطه؟ قولي لي، يعني اول يوم ده يعني خدتي فيه ايه؟ دخلتي دراسه على طول ولا النهارده بقى انتم متعرفين على بعض وعارفين بعض؟ بداتي دراسه على طول يعني الميس دخلت شرحت، ولا النهارده بتتكلموا لسه المنهج هيكون ازاي؟ لا، دخلت شرحت واتكلمنا المنهج هيكون ازاي وخلصنا. وخدتوا درس فعلا؟ بس مش كل المواد. مش كل المواد اتشرح فيها. شرحتوا في ايه النهارده؟ شرحنا الانجليش والعربي والحساب. يعني بدأنا أول يوم، مش خدناه كده يوم إن إحنا بنتعرف على بعض وبنقضي يوم مع بعض، إحنا بدأنا بالفعل دراسة النهارده. كل سنة وأنتِ طيبة. حضرتك طيبة. أتعرف بيكي؟ لقاء. لقاء، إزيك؟ الحمد لله. أخبارك إيه النهارده؟ كويس. عملتي إيه النهارده أول يوم؟ جيت شفت صحابي ما كنتش بشوفهم طول الأجازة. سلمتي عليهم بقى وبوستيهم وكلتوا مع بعض صح؟ وإيه تاني؟ خدتوا البريك الأول؟ وايه تاني عملتوا؟ ايه تاني لعبتوا مع بعض؟ عملنا تمارين. التمارين دي بتاعت اللاين الصبح صح؟ ايه تاني عملتوا؟ خدنا مراجعات على كل الدروس اللي فاتت على سنه خمسه. يعني عملتوا ريفيجن النهارده على الدروس بتاعت السنه اللي فاتت، لكن وخدتوا دروس جديده؟ لا، خدنا مراجعات رياضه، مراجعات انجليزي على الفيرب تو بي، وخدنا مراجعات عربي. برافو عليكي. فهمنا يعني ايه بلادي حياة العالم تنادي، ليكي حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا هنحافظ عليك نبني هو كان لنا هذا اللقاء مع مدير اللغات ومستشار الجوده التعليميه. اهلا بيكي يا فندم معانا. واتعرف بيكي. دكتور سحر صلاح. اهلا بيكي دكتور سحر. يا اهلا بيكي. يمكن النهارده بدايه عام دراسي جديد، شايفه ايه؟ والله انا شايفه السنه دي التعليم ماشي بخطى ثابته جدا. عندنا افكار جديده، بنطبق كل سياسات معالي الوزير. دخلنا سياسه جديده في المدرسه السنه دي بعد قراري اللي هو الدمج ما بين الاطفال اللي عندهم حالات خاصه، دخلناهم جوه المدرسه. اول سنه تستقبلوا دمج حالات دمج؟ ايوه، اول سنه، والحمد لله ناجحه جدا، والولاد متماثلين معانا جدا، وزمايلهم كمان مستقبلينهم استقبال حلو. حاله استقبلناها السنه دي؟ استقبلنا حالتين. ممكن اعرف يعني الاعاقه في ايه تحديدا؟ هما الحالات اللي احنا بنقول عليها حالات منتل،
إعاقة ذهنية مؤقتة. الولاد الحمد لله يعني برعاية السيدة مديرة المدرسة استقبلتهم ودخلناهم جوه الفصول، والولاد اتعاملوا معهم معاملة جيدة جدا جدا وبيستقبلوا المادة العلمية حلو. بيكون معاهم اعتقد ميس بتتابعهم او حد صح كده؟ لازم بيبقى معاهم شادو طبعا، وبيبقوا تحت عينينا في كل المراحل الدراسية وفي البلاي جراوند وفي كل حتة احنا متابعينهم. بيكون في تعليمات للاطفال الاصدقاء الاسوياء ولا يعني تعليمات بتوجه ليهم عن كيفية التعامل مع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله احنا عايزين يتم الدمج بسهولة وبيسر، لان الاطفال في نفس التوقيت هم مش عارفين ان عندهم اعاقة، فاستقبلوهم الاستقبال اللي احنا عايزينه. يعني احنا بندخلهم واحدة واحدة بحيث ان زمايلهم برضو ما يحسوش قوي ان هم مختلفين. ده اول استقبال المدرسة من نوعه، دي اول سنة؟ اول سنة. اخترتوا اتنين بس ولا كنت ممكن تستقبلوا اكتر؟ والله هي البداية اتنين بحيث انها تجربة، ان شاء الله لو نجحت هنستقبل اكتر بكتير ان شاء الله. يعني اكيد لما بعمل تجربة جديدة ما يؤخذ في الاعتبار عند وجود تجربة جديدة ايه؟ هنقول عليها رد الفعل، ممكن الاطفال تنفر، ممكن تزيد الحالة النفسية. لقيته ده موجود؟ لا الحمد لله. لا يعني انا شايفة ان في نجاح، والولاد كمان التفوا حواليهم ما حسوش ان في اختلاف، فدي انا شايفاها نجاح كبير قوي لسياسة الدمج جوه المدرسة. دكتور سحر، بالنسبة لأول يوم دراسة، موضوع اللاين وتحية العلم والاهتمام باللغات، لأن حضرتك مديرة خاصة باللغات، كان إزاي؟ يعني أولا إحنا بنعمق الشعور الوطني وبننسى شوية حتة اللغات، يعني في الصبح بننسى شوية حتة. بالتأكيد نعم، لأن إحنا بنرجع إن إحنا بنحيي العلم المصري. لازم تحية العلم تأخذ الشكل، واحنا دلوقتي كمان بنحاول ان احنا نعمق الوطنية اكتر. الاولاد دلوقتي بقى بالنسبة لهم تحية العلم ده شيء روتيني، لا احنا دلوقتي بنعرفهم يعني ايه علم بلدكم. لازم يبقى تحية العلم نابعة من جوه، احترام العلم نابع من جوه، حبهم لمصر نابع من جوه، ودي سياسة احنا حريصين جدا على انها تتم جوه المدرسة. اتعرف بيك؟ عمر محمد. عمر ازيك يا عمر، انت في سنة كام؟ ستة. ستة. ممكن يا عمر نبص هنا كده؟ عمر انت بتذاكر كم ساعة في اليوم؟ يعني احيانا بابا بيخلينا اربعة واحيانا خمسة. يعني النهاردة هتبتدي اول يوم مذاكرة ولا مش هيبقى النهاردة يعني؟ لا النهاردة يعني ممكن اعمل حاجتين، اذاكر وانزل اجيب حاجات. لا جيب حاجات اللي السكول طلبت منك. النهاردة كان في شرح وكان في مذاكرة؟ كتير كنتش حابب كده؟ يعني هو بس كنت حابب ان اول كان يوم يبقى يعني ما يبقاش فيه حاجات تقيله قوي كده بصراحه. يعني لكن لقيت الوضع غير كده، دخلوا جد قوي طبعا. هتعرف بيه وليد. وليد سنه كام؟ ست. وليد ايه الاخبار النهارده؟ مبسوط النهارده؟ واضح ان واضح مبسوط ان انت شفت اصحابك. اصحابي ده صعب. بتحبهم قوي. بتحب المدرسه انها تجمعكم مع بعض. طيب بتلعبوا ايه الالعاب اللي انتوا بتلعبوها في البريك؟ اكتر لعبه بتشدكم بتبقى مستني ان انتوا تجتمعوا مع بعض عشان تقعدوا تلعبوا اللعبه دي؟ ساعات بنقعد نجري ورا بعض يعني. ايه؟ ساعات بنلعب كوره صفاير وكده، بنجتمع مع بعض ده يعني في الشارع عادي في اي صايبه، لكن هنا ساعات بنجري ورا بعض، ساعات اصلا مش بناخد بريك بنقف. الكوره دي بتحبوا طبعا تجتمعوا مع بعض. طب بتفتقدوا ده في الاجازه؟ بتبقوا مستنيين بسرعه المدرسه تيجي عشان تجتمعوا مع بعض؟ الأجازة تيجي بعد تعمل ماتش كورة. أيوة. جامد. متضايق النهاردة ما عملتش ماتش ولا عملت؟ لا عملت النهاردة عشان ستة أول هي اللي خدت ألعاب وإحنا ما خدناش ألعاب. فأنتم متضايقين. هتضربوا ستة أول؟ استناها بره. ماشي. هتعرف بيه؟ محمد عبد الرؤوف. محمد قول لي أنت النهاردة بقى عرفت تصحى بدري وتظبط يومك ولا أول يوم صعب شوية بالنسبة لك؟ لا صحيت بدري وظبطت يومي، ولا كمان ماشي عادي زي بيت الأهل. في الأجازة بنفس الطريقة دي؟ كنت الاجازه بصحى تعبان قوي. كنت تعبان قوي. النهارده بقى مبسوط ان انت شفت كل اصحابك دول ولا في حد من دول مضايقك؟ جدا عشان طول السنه. لكن مفيش حد مضايقك قول لي. لا مفيش حد مضايق. مفيش حد مضايق. مبسوط لعبتوا مع بعض؟ لعبنا النهارده العاب مع بعض، وكان كان ستة اول لعبه العاب، بس احنا لا ان شاء الله هتتعوض لنا وهنلعب اللي في الاتلس. ده من ناحيه الالعاب، لكن النهارده في بدايه الدراسه بقى تم شرح دروس معينه ولا كنتوا بتعملوا ريفيجن؟ لا احنا عملنا ريفيجن على الدروس اللي خدناها السنه اللي فاتت، العام الدراسي اللي فات، وان شاء الله هنبدا من بكره نبدا في الدروس الجديده. سيف الدين محمد. سيف اهلا بيك معانا. سيف اخبارك ايه في الدراسه النهارده؟ كويس الحمد لله. مبسوط؟ مبسوطه. في حد معين مبسوط اللي انت شفته النهارده ولا كلهم؟ لا كلهم. قول لو حد معين عشان الباقي هيزعل مننا. كلهم. لعبتوا مع بعض وكنتوا مبسوطين؟
لعبنا مع بعض وكنا مبسوطين يعني، ويعني هي حتى لما بنيجي المدرسه بنلعب مع بعض وكده. اكتر ماده بتحبها ايه؟ الدراسات. ما بتحبش الانجليش والماس والساينس والكلام ده؟ لا برضو يعني بذاكرهم، بس انا برضو بحب الدراسات يعني. الدراسات اكتر. انت نفسك تبقى ايه؟ مثلا مدرس. عايز تبقى مدرس في نفس المدرسه؟ لا اي مدرسه. مدرسه ماده انا عايزه. همنا يعني ايه بلادي حياه العالم تنادي ليكي حب بس. وكان لنا هذا اللقاء مع مدير المرحله الابتدائيه. اهلا بيك يا فندم، واتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا، عبد الجواد حسين حسن مدير مرحله ابتدائيه. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ عبد الجواد، في البدايه في بدايه عام دراسي جديد استقبلنا كل المراحل التعليميه ولا استقبلنا المرحله الابتدائيه فقط؟ لا، بعض المراحل الابتدائيه لان مقسمينها طبعا ان شاء الله. يعني المرحله الابتدائيه في عندنا سنه ثالثه ابتدائي وسنه سته ابتدائي اول يوم، وبعد كده بيتوالى الاستلام يوميا لغايه اخر يوم ان شاء الله. دي خطه من قبل المدرسه ان احنا نستقبل مثلا سنه ثالثه سنه سته، ولا ده السبب وراءه يعني؟ السبب وراء ان طبعا اول يوم بيبقى الاولاد مش عارفين فصولهم، فنقدر نوفر اكبر عدد من الفصول، يعرفوا مدرسينهم، يعرفوا طريقه الدخول، طريقه الخروج، طريقه توزيع على الباصات، فبيبقى اول يوم طبيعي في اي مكان بيبقى محتاج لتنسيق، بيحتاج لوقت كبير يعني. فعشان كده قسمنا المراحل في ثلاث ايام مثلا، هيكون كل حاجه تمام ان شاء الله. بالنسبه للنظام الدراسه في المرحله الابتدائيه لحد الصف السادس، راي حضرتك فيه كمناهج وكدراسه وكوقت كافي لنصف العام الدراسي؟ والله انا بالنسبه للمرحله الابتدائيه يعني انا قبل كده كنت مدير عام في التربيه والتعليم، مدير عام شؤون التنفيذيه في الجيزه كلها. انا شايف الايام دي في تحسن في العمليه التعليميه كبير جدا جدا، بدات المناهج تختصر، بدات الاولاد يحسوا بالناحيه التعليميه اكتر من اي وقت فات، بداوا يستفادوا استفاده كبيره قوي، والوقت طبعا كافي جدا في توزيع المناهج، وتبدا المراجعات لغايه ما يتم الامتحان. يعني العمليه التعليميه مناسبه جدا جدا في الوقت الحالي. هل تم الغاء ما يسمى بالحشو في الكتاب المدرسي؟ بالطبع طبعا، 90% من الحشو اللي كان بيبقى الكتاب كمية حشو كتيرة وتسميع الكلام ده كله، اعتمد على العملية التعليمية على العقل وعلى التفكير وعلى الإبداع العلمي، فكل ده اختلف كلي إن شاء الله. كلمة تقولها في بداية عام دراسي جديد؟ والله بقول للولاد إن شاء الله ربنا يوفقهم السنة دي، ونبدأ عام جديد إن شاء الله موفق لجميع الناس، ونبدأ ننفذ اللي مطلوب مننا عشان نقدر نحقق الأمل والهدف المرجو إليه. يعني ما ينفعش أنا أجي المدرسة وأخد دراستي وما ذاكرش، ما ألتزمش بالتعليمات، وده عايز مساعدة ولي الأمر يقف مع إدارة المدرسة أو إدارة التربية والتعليم عشان يقدر نحقق من التلميذ أكبر استفادة ممكنة. الأوجه التعاون ما بين أولياء الأمور وما بين إدارة المدرسة كمدير مدرسة أو كطاقم مدرسين داخل الفصل الدراسي، هل في لينكات وهل اللينك ده مفيد بالنسبة للطالب؟ لا والله، في يعني هنا في المدرسة في تعاون جامد جدا بين أولياء الأمور. ببص أنا يوميا ولي الأمر عايز يعرف مستوى ابنه إيه، وبعدين إحنا عاملين حاجة يعني كراسة يوميا بتوصل لولي الأمر مستوى ابنه في عملية التقدم قد إيه، الواجبات، المتابعات. ولي الأمر دايما يحب يعرف كل جديد عن ابنه يوميا، هو بيستلم ابنه بيعرف كان في تقصير في تقدم فيه، فبيبقى في متابعه مستمره بين اداره المدرسه وبين ولي الامر. مشاهدينا، يمكن واحنا بنصور في احدى المدارس العمرانيه كنا صادفنا تطبيق الدمج في احدى المدارس، وكان لنا هذا اللقاء مع طفل من حالات الدمج. اتعرف بيه احمد عمرو احمد. احمد انت في سنه ايه؟ سته. سنه سته. ايه الاخبار، بتحب المدرسه؟ طبعا. اليونيفورم الجميل ده جميل جدا، مناظر جميلة وحاجات جميلة وكله جميل 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 قوي. واصحابك بتحبهم؟ طبعا بحبهم قوي. مين بتحب اصحابك اكتر حد بتحب؟ احمد صفوت. احمد صفوت. احمد هو بيحبك جدا. مين تاني؟ وعبد الرحمن صادق. عبد الرحمن بتحب كل الاصحاب. ايه انت اول يوم مدرسة النهارده عرفت تصحى بدري؟ عرفت اصحى بدري. ولا انت بتنام بدري وتصحى؟ لا بس ما نمت بس الساعه 10 وصحيت النهارده الساعه 6. برافو عليك. طب قول لي بقى، انت هنا مع اصحابك بتدرس ايه؟ بتحب ايه؟ اكتر ماده بتحبها ايه؟ دين. الدين. الله. وايه تاني عارفه؟ ايه تاني بتحبه؟ عربي، انجليزي، حساب، علوم، دراسات، حاجه زي كده. برافو عليك. بتلعب ايه الالعاب اللي انت بتلعبها هنا في البريك؟ كوره. في البريك كوره. كوره اكتر حاجه بتلعبها؟ كره قدم. بنعرف نشوط الكوره كويس؟ طبعا.
ونفسك تبقى مين وبتشجع مين؟ الاهلي. الاهلي، الاهلي كسب امبارح، ايه رايك؟ لا جميل. جميل، كنت بتشجعه؟ مبسوط؟ طبعا مبسوط للنادي الاهلي. ونفسك تبقى زي مين منهم؟ مؤمن زكريا. مؤمن زكريا. بتلعب كره كويس، انت لعيب بقى. وبتعرف تغني؟ طبعا. بتغني لمين؟ ام كلثوم، عبد الحليم، فاز احمد، شاديه. حاجه معقوله؟ طب ما يلا تسمعني، عشان انا بقول ان انت مش بتعرف. يلا بقى وريني. لا 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 لا. بتعرف يعني؟ طب يلا سمعني بقى. نو لا اغني. لا تغني؟ لا اغني. ليه؟ كده. كده ليه؟ كده. انت مش حافظها، لكن ممكن تغنيها مع الموسيقى بس. مع موسيقى. لما الاغنيه تبقى شغاله تقولها معاها بس، لكن لما الاغنيه بتخلص ما تعرفش تقولها تاني. لا. طب تعرف تقول علمونا في مدرستنا؟ لا مش حافظها. لا بس بالموسيقى برضه. مع الموسيقى لما تشتغل تقولها بس. لكن لو خلصت الموسيقى مش تعرف تقولها. صح كده. طيب قولي بقى، انت المواد اللي انت بتحبها هي الدين اكتر حاجه. حافظ قران كريم؟ حافظ ايه بقى؟ الفاتحه. طب يلا قولها كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك اعبد واياك استعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. صدق الله العظيم. برافو عليك، صدق الله العظيم. قول لي بقى، انت بالنسبه للنشاط اللي انت بتشارك فيه، انت هتشارك في كره القدم ولا هتشارك في الموسيقى زي الموسيقى الجميله اللي احنا سامعينها دي؟ هتشارك في ايه؟ في كره القدم. كره القدم. نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ مهندس. مهندس ايه؟ اوعى تقولي طيران. لا مهندس اتصالات. المدرسة دي كلها متفقة تبقى طيران. لا مهندس ايه؟ اتصالات. مهندس اتصالات؟ ليه اخترت الاتصالات تحديدا؟ كده. ليه اخترت الاتصالات؟ عشان ايه؟ عشان ابقى مهندس اتصالات بس. طيب. انت بتحب مصر؟ طبعا. اكتر حاجة بتحبها في مصر؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله على الكلام الجميل، وايه تاني؟ وبس. هو رئيس عبد الفتاح السيسي. اكتر حاجه بتحبها في مصر رئيس عبد الفتاح السيسي. طيب بتحبي مين؟ بتحبي مدرستك؟ طبعا. بتحبي مامي وبابي؟ طبعا. بتحبي اخواتك؟ بابي متوفي. بتحبي مامي قوي؟ طبعا. بتحبي اخواتك؟ ما عنديش اخوات. مش عندك اخوات، انت حد واحد بس. وبابي مش موجود. مش موجود. انت حد واحد بس، اكيد كل اصحابك دول هم اخواتك. هم زي اخواتي بالظبط. هم زي اخواتك صح؟ وكلهم وكل المس اي مستر موجود هو بابا. واي ميس موجوده هي ماما صح؟ صح. وكمان رئيسك الجميل اللي انت بتحبه عبد الفتاح السيسي هو برضو باباك صح؟ صح صح. بقول لكل اصحابنا ايه النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده كده عليكم وبس. وانا كمان مبسوطه قوي ان انا صورت معاك. يلا اقول لك شكرا. شكرا. باي باي. باي باي. مشاهدينا تابعنا معكم اهم اللقاءات من داخل احدى المدارس في محافظة الجيزة، وشفنا معكم اهم الانشطة الموجودة داخل المدارس في اول يوم عام دراسي. دايما تابعونا وكاميرا التعليمية.